سقوط البخاري عن الاعتبار أيضا، لأنه في البخاري حديث ينال من مروان، وهذا يثبت تناقض البخاري. البخاري يوثق مروان ويصدقه، فلذا يخرج عنه أو يخرج عنه الأحاديث، وهو بنفسه يخرج حديثا في صحيحه عن عائشة تطعن في مروان وتكذبه، لكن مع شيء من التعديلات والتخفيفات والتليينات من قبل البخاري. ما هو هذا الحديث؟ حادثة حصلت لما كان مروان أميرا على الحجاز. يقول البخاري في صحيحه في الرواية رقم 4550 عن يوسف بن ماهك أو ماهك قال: كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية فخطبه، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. هذا كان في أواخر أيام ملك معاوية لعنه الله، لما أمر بأن تتم البيعة لخليفته من بعده يزيد لعنه الله. مروان أمير على الحجاز، فوظيفته أن يأمر الناس بأن يبايعوا ليزيد، فهو خطب على المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويأمر الناس بهذا. شوف رواية البخاري شلون مختصرة، مما يكشف عن أنه أراد إخفاء أيضا أمور محرجة. يقول: فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا. عبد الرحمن بن أبي بكر رد على مروان وهو يخطب ويقول، أو يخطب وهو يقول بايعوا ليزيد، رد عليه شنو؟ شيئا. شنو شيئا هذا؟ ما معلوم، لازم تروح تفتش. احنا قلنا المذهب البكري بارع في هذه الإخفاءات، كان ما كان، كذا وكذا، فلان وفلان، ما أدري، في هنا بياض، آخر شيء لما يتورط يقول بياض، هذا ما وصلتنا النسخة عدل، السواد رايح من محي، ويفك نفسه. أحيانا هم أكو شنو؟ شيء، شيئا، هذه هم دير بالك منها. فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال خذوه، يعني أمر باعتقاله. مروان يأمر باعتقال عبد الرحمن. إذن الذي قاله هذا شيئا، الذي قاله شيء خطير كان. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، ما قدروا بعد. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني؟ فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، حسب دعواها. طيب، هذه الآن رواية البخاري، ولكنها رواية مختصرة جدا، ملينة، أخفيت عنها أو أخفي واقتطعت منها أمور محرجة. كيف تعرفها؟ بأن تفتش في سائر المصادر، أو لا أقل تنظر في شرح البخاري لابن حجر. فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني لما وصل إلى هذه الرواية، انظر ماذا قال. قال: وفي رواية الإسماعيلي: فقالت عائشة: كذب والله ما نزلت فيه. هذه العبارة وينها من رواية البخاري؟ محذوفة. عائشة هنا تصرح بتكذيب مروان، تقول صراحة: مروان كاذب. إذا أدرج البخاري هذا المقطع ناقض نفسه، هو يقول: أنا أخرج لكم الصحيح،
الصحيح معناه أنني لا أخرج لكم إلا أحاديث الثقات الصادقين، أحد الذين هم من رواة صحيحي، من رجال صحيحي، من؟ مروان بن الحكم. إذن هو صادق عندي أنا البخاري، ولكن في نفس الوقت أطلع حديث في صحيحي فيه أن عائشة تحكم على مروان بالكذب، إذن أنا متناقض. فأحسن شيء شنو أسوي؟ أشيل هاي المقطع. يقول في رواية الإسماعيلي: فقالت عائشة: كذب أو كذب والله ما نزلت فيه. وفي رواية له، شوف المضحك هنا، والله ما أنزلت إلا في فلان ابن فلان الفلاني. الله، عرفتوا هذا منه؟ طلاسم الغاز، والله ما ندري، فلان ابن فلان الفلاني قال شيئا كذا وكذا، ولا حد دارش الموضوع، هو كل هالشكل. وفي رواية له، يعني كل هاي من روايات الإسماعيلي، لو شئت أو لو شئت أن أسميه لسميته، أو لو شئت أن أسميه لسميته، ولكن رسول الله، شوف، لعن أبا مروان ومروان في صلبه. إذن هذا ملعون هذا. وبالفعل تروح إلى باقي المصادر، مصادر أهل الخلاف الذين أخرجوا عين رواية البخاري، تجدها بتمامها، تشوفها مع هذه المقاطع التي حذفوها. مثلا أنا أحيلك إلى كتاب السلسلة الصحيحة للألباني، المجلد السابع، الصفحة 721، إذ إنه جاء على ذكر تلك الروايات من تلك المصادر أيضا. يقول عن عبد الله البهي قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين، يقصد معاوية، في يزيد رأيا حسنا، وأن يستخلفه، فقد استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما، هو يقول لعنهم الله. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر، هو هم يقول رضي الله عنهما لعنهم الله، هذه الكلمة التي أخفاها البخاري ووضع محلها شيئا، ماذا قال؟ قال: أهرقلية إن أبا بكر ما جعلها في أحد من ولده وأحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده أو لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست يا مروان ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وآله أباك؟ كل واحد يطلع خياس الثاني. قال: وسمعتهما عائشة، نطت ذيك أم البغل، فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا، كذبت، ما فيه نزلت، ولكن نزلت في فلان ابن فلان الفلاني. ثم انتحب مروان، بك خطية، ثم نزل على المنبر، عن المنبر، حتى أتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف. قلت، الآن الكلام لي الألباني، سكت عنه ابن كثير وهو إسناد صحيح. ويكمل الألباني، قال: وأخرجه البخاري في صحيحه بإسناد آخر مختصرا. ليش ما أخرجه مختصرا؟ إذا عرف السبب بطل العجب. وفيه فقال مروان: خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه. وفيه إنكار عائشة على مروان. قال: وأخرجه النسائي في الكبرى، في السنن الكبرى، من طريق ثالثة، من رواية شعبة
عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصر. وفيه أن عائشة قالت ردًا على مروان: كذب والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان فضض من لعنة الله. قلت: وإسناده صحيح. هذا الذي أراد إخفاءه البخاري، أن مروان ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن التي تشهد بهذه اللعنة عائشة، وأن التي تشهد بأن مروان كاذب عائشة. هذا أراد إخفاءه البخاري، لأنه إذا أثبته يناقض نفسه. كيف يخرج حديث الكذاب الملعون وهو يوثقه ويصدقه؟ كيف؟ هذه هي حال المذهب البكري إخواني، مذهب التناقضات.